أخونا عبد الله من مصر يقول الوالد يرسله لجلب الدخان، يقول هل يوافق على هذا أم يرفضه؟ والله إذا أمكن أنه ينصح الوالد ولا يستجيب لذلك من دون أن يؤثر ذلك في نفسية الوالد فيفعل ذلك. إذا كان قد يترتب عليه غضب الوالد وعقوقه فقد يكون الأمر في ذلك فيه سعة ويسر. أحسن الله عليكم.